كثير منا مندخل بطبخنا مرقات دجاج، لحمه، سمك، وكثير منا بنلتجئ للمكعبات. فاليوم حبت رندا تضوي على هذا الموضوع، بشو معمولين المكعبات وكيف ممكن نعمل مرقه صحيه شغل البيت. بونجور رندا. بونجور تينا. كثير حلو الموضوع. مزبوط، يعني بحق لنا انه بلش نحن نعمل اشياء بالبيت. صح. وكلنا نعرف انه شغله كثير كثير هينه، في واحد يحضرها يحطها. ما بنعرف، انت رح تقولي لنا هلا. رح احضركم. ومثل العاده المشاهدين عم يعرفوا انه نحن فينا نحضر الاشياء الصحيه بطريقه هينه وبطريقه كثير كثير طيبه. نعم. قبل ما نفوت بموضوعنا بدنا نذكر اول شيء برقم التليفون اذا عندكم اي سؤال على 0444444. وعندنا مسابقه بيري لايت على صفحه الفيسبوك، مثل كل ثلاثه عم نعطي اسم الرابح، اكيد الجواب الصحيح، وسؤال جديد للاسبوع المقبل. اليوم خلينا نذكر اول شيء شو كان السؤال، كان سؤالنا. ومين ربح معنا؟ فكان سؤالنا هالمرة من بيري لايت هو أي في أكثر وحدات حرارية، البيض الزهر الروزي يعني أو البيض الأبيض، وطبعا البيض الزهري هو في وحدات حرارية أكثر. طبعا كثير كثير أشخاص عم يشاركوا بهالمسابقة وأنا كثير مبسوطة، دائما عم أقول هالشيء. وعندنا رابح هالمرة اللي هو روني يونس. روني. فروني في يتصل على مطابخ بيري لايت بخلال أسبوعين لا ياخذ مأكولاته من هناك. حلو. وسؤالنا الجديد، سؤالنا الجديد على الجلايسيميك اندكس. فاذا اي في اقل جلايسيميك اندكس، هل هي الكينوا ام البرغل؟ انا شو هو الجلايسيميك اندكس؟ فينا نرجع نوضح شوي. اكيد الجلايسيميك اندكس يعني مقارنه بالسكر، قديش وقت ناكل هذه الاكله بتعلي السكر بالدم بسرعه. فاذا هي في هالمؤشر يعني. مزبوط، هذا المؤشر الاندكس وقتها كل ما علا السكر بالدم بسرعه هذا شيء مش منيح. لا. فنحن بدنا نحاول ناخذ المأكولات اللي هي الجلايسيميك اندكس تبعها ما يكون كثير عالي. ودائما مثل ما بتلاحظي انا وقت احكي عن الكينوا بحاول اقارن بين الكينوا والبرغل اللي هو الاكلات اللي نحن عندنا اياها. فسؤالنا عنهم، فسؤالنا عنهم اي في جلايسيميك اندكس اقل، هل هو الكينوا او البرغل؟ طبعا كل المشاهدين عم يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او دي سي دي سي رندا دنيا فهد او بيري لايت هيلث سنتر. بعد عندي خبرية. عندي خبرية وعندي كمان تسكير بإعلان. نحن ابتداء من أسبوع الجاي رح يكون عندنا كابلز، رح نكون أنا بدي بلش رافقهم هلأ من نهار السبت. الكابل بده يكون عم يترافق، بده ينبعث له أول فترة مأكولات خالصة من مطبخنا، بعدين بده يرجع يتعلم كيف هو ياكل مظبوط، بدنا نكون عم نرافقه بهالشهر من 14 شهر ل 14 شهر. رح يكونوا معنا فبروري. على الهواء؟ رح يكونوا على الهواء مره بالاسبوع، رح يكونوا معي بالكلينيك، رح ياخذوا اكلات من عندي. سو هن هدفهم ينزلوا وزنهم؟ هدفهم ينزلوا وزنهم بطريقه كثير صحيه ويكملوا على هالشيء، فنحن هون رح نرافق هيدا الكابل. حلو. بعد ما نقينا الكابل مين هو؟ فالمشاهدين اللي عم يبعثوا رح يفتحوا على الفيسبوك بيجز مثل ما قلنا الدي سي دي سي رندا دنيا فهد او بيري لايت هيلث سنتر، وبيشوفوا وين هي الدعايه اللي عم تقول اذا كنتوا كابلز فيكم تشتركوا، والشخص اللي عم يشوفها هالدعايه بيعمل تاج للبارتنر. اوكي. اوكي. فانا مثلا في اعمل تاج لزوجي، بدهم يشتركوا كثنائي، بدهم يشتركوا، ضروري يكونوا مجوزين، في يكونوا اصحاب مع بعضهم، اصحاب مع بعضهم. فاذا هن كابل او خاطبين او عم يتحضروا ليتجوزوا، فهن كابلز مع بعضهم. فاذا نحن بعد في مجال اليوم وبكره، لانه بعدين نهار السبت بكل الاحوال في شي كرايتيريا؟ ابدا. عمر، وزن؟ ابدا. ما في شيء حي الا كابل بحب، بس نحن للاسف مجبورين انه نكون عم نختار كابل واحد. أكيد. فبالقرعه رح يكون بيكونوا مهضومين عم يختار. لازم يكونوا مهضومين، لازم يكونوا كمان جديين. لا أكيد. الكرايتيريا. اكيد يعني واحد هلا بدهم يشتغلوا رغبات. ايه؟ بالقليله يقبلوا الاشياء اللي هي عم تنعطى لهم وعم يعرفوا انه هيدي كادو لهم، وفي ارتباط كمان. اكزاكتلي. من وراها هن بدهم يرتبطوا، هالشيء مثل كانه حافز اجاهم لقدام بيتهم حتى يكونوا حلو يبلشوا سنه جديده بهيك شيء. كثير مهضومه الفكره. فيري نايس. يعني نحن ابتداء من ايمتى رح يكونوا رح نكون نقينا هالثنائي؟ نحن الثنائي رح يتنقى نهار الخميس. هالخميس؟ هيدا الخميس. اوكي. سو ما عندهم كثير وقت. اكزاكتلي. لانه السبت ب 14 لازم يزوروني بالكلينيك، لانه هن 14 فبروري عيد الفالنتاين عندهم سربرايز. اوكي. فاذا انا بخلال هالشهر بدنا نكون عم نشتغل معهم نعمل لهم سربرايز، ورح نعملها هون باستديوهات. عظيم.
فيلا ناطرينكم. قبل ما نبلش موضوعنا في عندك خبريه؟ الخبريه هي مهضومه على سريعه سريعه نلحق نحكي عن موضوعنا. مش مشكله. الترندز تبع 2017 بالرجيمات اللي كانت 2016 وشو راينا فيها ب 2016 هلا نحن جرده يعني جرده صغيره. أوكي. الاشياء اللي هن المشاهير عاملينها. عندي اول شيء رح اذكر اسم حدا من المشاهير اللي انا بعرفه، يعني مثلا عندنا جيسيكا ألبا كانت تعمل رجيم هو من بتقول له الكلينسينج دايت، اما التنظيف. رجيم التنظيف هو رجيم بيبتعد عن السكاكر، بيبتعد عن الاشياء المصنعه، شغله كثير منيحه، ولكن الخطر فيه هو اذا واحد قال لانه انا عم نظف جسمي ما بدي اكل شيء فيه جلوتين، ما بدي اكل شيء فيه حليب ومشتقاته، او ما بدي اكل شيء مطبوخ. فهون كل شيء مزبوط بيروح على الاكستريم، انا هون ما بوافق عليه. عندي رجيم ثاني اسمه تي توكسز، يعني ديتوكس نستعمل فيها الشاي. بس لنيكي ميناج وبريتني سبيرز هن اللي بيستعملوا هيدا النوع من الرجيم، فاذا هن عم يشربوا شاي بيقولوا لينظف الجسم، ولكن احنا بدنا نحذر انه هول الشايات يمكن يكون فيهم كثير كافيين، فيهم مسهلات لاكساتيفز، فيهم دايوريتكس يعني مدرين للبول. فنحن شو عم ننظفهم؟ كل شيء عم نعمله بنكون عم نظهر المي من جسمنا والاملاح اكيد. فهيدا شيء بلح حكينا عن مساوئه. فهون دائما عم بعطي انه الاشياء اللي نحن فينا نقرا انها منيحه فيها تؤدي لاشياء ما منيحه. عندنا رجيم اللي هو 6-1. هلا 6-1 ريشو يعني 100% هو الرجيم اللي بست ايام بياكل واحد شو ما بده، ولكن بنهار من هالايام بيصوم. وهيدا كمان رجيم انا ما بوافق عليه. اذا ما عندنا كثير وقت تينا خلينا شوي نحكي على الستوكس. اول اهم شيء نعمله بهالستوك هو انه نحضر البوكيه. فاذا انا عندي هون بوكيه فيها، اذا بنلاحظ رح اكمشها لانه بوكيه تبعيتك بوكيه بوكيه خارج بوكيه. تعال نتحذر شو فيها، كزبره. فاذا اول شغله هيدا بقدونس. فاذا كم شيء من البقدونس؟ ورق غار اكيد، ورقه الغار موجوده. أوكي. وكم شيء من الزعتر؟ زعتر اخضر. اوكي زعتر اخضر. هلا هيدي البوكيه بدنا نكون نحن يمكن حاطينها بورقه اللي بتعمل او بشاشه فيها او بشاشه مضبوط لللبنه، كيف بنقطع فيها اللبنه. او للجبنه. بنفس الوقت هيدي البوكيه دائما ما بتكون خالصه لحالها الا اذا حطيناه لتوم. فاذا انا حاطه معها حبه ثوم مضبوط، ثوم، وحاطين معها البيبر كورن، اما هو الاسود مضبوط البهار الاسود. فاذا هول مع هيدي صارت عندنا بوكيه كامله. هيدي البوكيه تينا نحن فينا نستعملها بحيلا مرقه صحيه نحن بدنا نحضرها، دجاج لحمه خضراء، دجاج لحمه خضراء، سمك اللي هو. فاذا هيدي البوكيه فينا نستعملها على طول. هيدي اول شغله. هلا كيف طريقه تحضير الستوك اللي هو معمول من الدجاج؟ هلا انا اللي بعمله بجيب 2 كيلو دجاج، مثل حاطه شقفه طبعا هون، هيدي شقفه الدجاج اللي عندنا اياها. بأثر صدر او فخذ؟ هلا كل ما كان فخذ كل ما رح تطلع شوي مدهنه اكثر، دسمه اكثر. كل ما كان تركنا جلده كل ما حتكون دسمه اكثر. انا بتلاحظي انه دائما جلده بشيلها لانه بدي الستوك يكون كثير خفيف. فاذا حطينا 2 كيلو هون، حطينا شقفه منهم، شو بدي احط بقلب هالستوك؟ بدي احط، شوفي هول جزره كبيره مقسمه شقف، شقف 5 سنتيمتر كل شقفه، وحاطين كمان البصله الكبيره اللي هي كمان مقسمينها. هلا هيدا المي اللي عم نحكي عنه، فاذا نحن بدنا نحط 2 لتر مي، نكون عم نحط الدجاجات فيه، نكون عم نحط فيه البصل الخضرة والبوكي. اكزاكتلي والبوكي، ونكون عم ننتظره لا يغلي لمده ساعه تقريبا. فاذا هون بدنا اياه يغلي، اوقات بيطلع رغوه فيه نحن ما بدنا اياها على الوجه، من على الوجه بنكون عم نقشها. بعد ما نحن نخلصها اللي بنعمل له ستريننج، يعني بنشيل بنصفي كل شيء، بنصفيهم كل شيء. المية هلا شو بنعمل بالمي؟ لان نحن بالنتيجة عم نعملها بنعمل كمية لنحط بالفريزر ونقصها، بدنا نقسمهم. سو قبل بدنا نكون عم نبردها. فحتى نبردها وما تاخذ كثير وقت تبريدها، نحن فينا نحط ثلج ونحطها هي كل الوعاء اما الطنجرة بقدر بكون فيه ثلجات، هيك بتكون عم تسقع تبرد بسرعة، بتبرد بسرعة، بنكون نحن عم نقسمها. نعم رندا، خلص وقتنا للاسف. نحن امتى رح نلتقى مرة ثانية؟ نحن نلتقى السبت ان الله. السبت بدنا نكفي موضوعنا. هلا لانه بدنا نحكي عن باقي المرأة، بدنا نحكي عن سيئات المكعبات كمان 100%. نهار السبت لكن الله رح ناخذ وقفه سريعه مشاهدينا ومنكفي، ضلكم معنا.